توصلته كانت اقصد جاجا المدير لا استعمل الموضوع وش ترك الموضوع الخط هلا 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 شنو معلومه ابراهيم ينام والله معلومه انا خليت اجدد الموعد كم مره حق التكميم سلا هذا صديقي ذا وهذا كل ما يجيبنا الجبال ياكلنا في ذا المطعم صراحه زين شو عيد رمضان عزاء عرس كل شيء ايش التسويق ذا؟ وما حد جاك من طرفه كذابنا بس احنا بس ما شاء الله عليكم انتوا تكفون حق اللي بيتون لا اله الا الله ما شاء الله انا اول مره اشوف واحد يكبر راسه ما يكبر بطنه ليش ايش السبب؟ مغيرين الخزان في خزان ارضي ترى عشان مطعمه يا جماعه والله مش عشان ما اعرفها لا جد جد والله من اقوى المطاعم حتى في الدمام في قلعه الارز حق صالح اكل حساوي مو تسويق ولا اعلان ولا شيء، انا بحط لكم حساب وهو بيحط لكم موقع وكل شيء، هل الجبال تعالوا كلوا عنده. ما شاء الله. على الدمام انا بدل لكم اياه موقع وين. سؤال ليش تتابعوني؟ تخيلوا راسي وراسه. ليه دبل؟ ليه يتابعوني يقول؟ وليه بسوق لك انا طيب؟ مشكلة عندكم انت مشكلة بالعائلة حقاتكم، كلها راسكم كبير. سبحان الله، يا اخي الله خلق وفرق. اللحم. اتوقع ان ابوك في البيت قاعده كل وسط ولا لمبه واحده توزعون النور في البيت ما حاط حسابه ولا شيء ولا مطعم حلو ولا شيء جد خويك بلا ان ابوك في البيت قاعده كل وسط ولا لمبه واحده توزعون النور في البيت جد خويك بلا وانت فزت في الجوله دي تاكد المشكله مو هنا البيت بعيد 100 كيلو كنا وزني ناقص 40 حبيتها منك ولا واسمع صوتك للدمام ان شاء الله وحط لي احط لي مغاني للدمام مغاني اي انا سودك دق الحين ولا بسمع صوتك اي احط لك المله العيب شلون نرجع الحين ديور بس انت ديور في دعوس صاحي انت يعني مش رايوس من ليش جبت من ليه دخلتني هنا ما ادري